تم إطلاق معهد سلامة للتدريب الوقائي في إمارة الشارقة ليكون حجر الأساس في ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة، والذي يضم 4 قاعات مجهزة للتدريب بأحدث التقنيات، والتي تتسع كل منها إلى ما يزيد عن 150 متدرب. فما هو معهد سلامة؟ معهد سلامة هو معهد تدريبي عالي الجودة يهدف إلى جعل الشارقة مدينة رائدة في توفير بيئة عمل خالية من الحوادث والأضرار، حيث يقدم دورات احترافية في مجالات أساسيات الإسعافات الأولية، مبادئ تقييم المخاطر، كيفية استخدام طفايات الحريق، إجراءات الصحة والسلامة. يعتمد معهد سلامة منهجاً تدريبياً للتوعية بأهمية السلامة العامة في مكان العمل من خلال توجيه العمال نحو تحديد أدوارهم، تعرف العمال على أنواع المخاطر في بيئة العمل كالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والميكانيكية والحرائق ودرجات الحرارة الغير الاعتيادية، تدريب العمال على طرق السيطرة على المخاطر عبر دراسة التعامل اليدوي والاستخدام الأمثل لمعدات العمل، إدراك وفهم ضوابط ومخاطر النقل في بيئة العمل وكيفية السيطرة على المواد الخطرة، حيث تهدف المناهج التدريبية في المعهد إلى توجيه وتدريب العمال على حماية العنصر البشري، حماية المنشآت، تعريف العمال بواجباتهم والتزاماتهم تجاه العمل وواجبات صاحب العمل تجاه عماله، طرق تقييم وتسجيل الحوادث ورصدها، كيفية توفير جميع اشتراطات السلامة اللازمة في بيئة العمل. يعمل معهد السلامة على توفير البرامج التدريبية تحت إشراف مختصين في مجال سلامة وأمان بيئة العمل، والتي تترتب عليها رسوم رمزية تقدر بمبلغ 250 درهما للفرد الواحد غير شاملة للضريبة، وذلك تسهيلا لكافة الشركات والأفراد للحصول على دورات تدريبية ذات كفاءة وجودة عالمية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وحول هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف استديو برنامج أماسي الاستاذ عبد الله الماجدي، وهو مدير معهد التدريب الوقائي في هيئه الوقايه والسلامه بالشارقه. مساء الخير استاذ عبد الله وحياك الله معنا. مساء النور اخوي محمد، وشاكرين لكم حسن الاستضافه علي. الله يحفظك العفو. يعني نود ان نعرف الساده المشاهدين عن ابرز انشطه هذا المعهد والمهام المناطبه. معهد سلامة للتدريب الوقائي نتج من قرار المجلس التنفيذي رقم 21 اللي بنتطرق له بعد شوي. نعم. من عام 2019 المجلس التنفيذي. معهد سلامة يعنى بتدريب العمال وحراس المباني والحراس بشكل عام في كل مكان، وضباط السلامة اللي موجودين في المصانع وفي المنشآت. نعم. الهدف منه نفس ما ذكرت أخوي محمد من رؤية صاحب السمو حاكم الإمارة، أن الإنسان هو أهم شيء. صحيح. فكل ما حافظنا على الإنسان ارتقينا إحنا كبشر في الإمارة هذه، وارتقينا بسمعة الإمارة أيضا. صحيح. فالهدف هو تقليل المخاطر اللي موجودة في المنشآت هذه على أساس نحافظ على العنصر البشري. نعم صحيح. يعني تطرقت قبل قليل وأشرت بالتحديد إلى القرار رقم 21 لعام 2019 اللي صادر من المجلس التنفيذي بالشارقة، وهو يتعلق بأعمال الوقاية والسلامة في الإمارة. يعني حدثنا عن أبرز ما تضمنه هذا القرار. طبعا القرار هذا يذكر أن الشروط اللي ملزومة على المنشآت اللي موجودة في الإمارة سواء حكومية أو خاصة، وشو نسب التدريب، ومنو الفئات اللي لازم تتدرب عندها في كل منشأة. القرار واضح، تم استهداف 3 أنواع من المستهدفين المتدربين نفس ما ذكرتهم: العمال والحراس وضباط السلامة. نسبة التدريب لكل منشأة تختلف على حسب نسبة الخطورة اللي موجودة في المنشأة هذه. صحيح. عندنا المنشآت اللي منخفضة الخطورة 10% نسبة التدريب من إجمالي عدد الفئة هذه، والمتوسطة 15% والمرتفعة 20% سنويا هذا؟ هي نعم سنويا. جميل. طيب يعني هناك أهداف لهذا المشروع، مشروع سلامة، ذكر جزء يتعلق في تدريب العاملين، ولكن حتى التدريب يعني لا ما بعده
من كذلك أهداف تسعون لتحقيقها من خلال تأهيل هذه الفئة اللي تفضلت وذكرتها. أبرز أهداف هذا المشروع، مشروع سلام. طبعاً الأهداف هي في التدريب والتوعية على الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، نفس ما ذكرت اللي هي الحفاظ على الروح، نحافظ على الأصول اللي موجودة في المنشآت هذه، نقلل الحوادث، ومنها سمعة المنشآت هذه واللي بتأثر إيجابياً في سمعة الإمارة أيضاً. طبعاً إذا عمال في الشركات عندهم التوعية الكافية في الصحة والسلامة المهنية، هذا أيضا يؤثر في أمور أخرى. عندك التكاليف على المنشآت هذه، الحوادث فيها تكاليف غير مرئية، ممكن الواحد ما يحطها في عين الاعتبار، من تدريب، من تأهيل، من تدريس العمال، من الإصابات مثلا، تكلفة العلاج وتكلفة الإجازات المرضية وغيرها، حتى تكلفة التأمين على المنشأة نفسها. صحيح، كلها يتأثرون، هي سلسلة مثل الدومينو افكت نسميها، إذا واحد طاح كلهم بيطيحون. فهذه أبرز الأهداف اللي موجودة، طبعا تعكس أهداف الهيئة. صحيح. هيئة الوقاية والسلامة اللي هي الحفاظ على العنصر البشري والسمعة والمنشآت. لا شك، جميل. هذه الأهداف اللي تفضلت ذكرتها أستاذ عبد الله، وبالتحديد بعد تأهيل الفئة المستهدفة، هل هناك متابعة لمدى الاستجابة والالتزام لما تضمنت هذه الورش، هذه الدورات التدريبية، من مبادئ يفترض بالجميع الالتزام بها والعمل بها؟ نعم أكيد. مبادرة سلامة هذه، مشروع سلامة، وتأهيل البيس لاين للعمال هذيلة أو خط البداية، نفس ما أنتم سامعين دخلنا معاكم في الاستوديو سابقا، تكلمنا عن مشروع معيار الصحة والسلامة المهنية في إمارة الشارجة. المعيار يحتاج الناس أو المنشآت، العمال في المنشآت، يكونون واعين بشو مفهوم الصحة والسلامة المهنية. فإذا دخلنا المعيار من يجهز، دخلناه على الناس بشكل مفاجئ، الناس بتصير مثل ربكة في السوق. أنه شو هذا، وشيء جديد جاي علينا وما كنا عارفين عنه. التدريب خلينا نقول يجهز خط البداية للمنشآت هذه أنها تستقبل المعيار في المستقبل. نعم. المعيار بيكون شامل لجميع القطاعات في الإمارة، فطبيعي جدا بيكون فيه تدقيق وتفتيش عليه بعد تطبيقه على الإمارة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني اختلاف جنسيات وثقافات كذلك الفئة المستهدفة هذه، هل شكل لكم تحدي ولا الأمر كان في بداية تحدي ومن ثم استطعتوا تجاوزه؟ الحمد لله، احنا من بداية المشروع استهدفنا أكثر لغات موجودة عندنا دارجة في السوق، اللي هي العربي والإنجليزي والأردو والهندي. فالمدربين الموجودين في معهد سلامة قادرين أن يقدمون الورش هذه بالأربع لغات كلها، وحتى إذا كان في جنسية مختلفة تتحدث لغة أخرى يقدرون يتواصلون ويانا، ونوفر لهم المدرب الخاص اللي يدربهم بهاي اللغة. صحيح. يعني نلاحظ كذلك بأن من خلال بعض اللقطات التي نشاهدها، وهذه اللقطات أعتقد كانت في حفل أو في يوم افتتاح المعهد، صحيح؟ صحيح. المعهد يقع بالتحديد، موقع المعهد على شارع مليحة بالاتجاه للمنطقة الوسطى، قبل مخرج شارع الإمارات العابر سابقا، على يدكم اليمين يكون. جميل. طبعا التسجيل كله بيكون أونلاين أو عن طريق التليفون، فما يحتاج الواحد أنه يسير للمعهد يسجل، بس وقت التدريب يوصل عماله للمعهد. طبعا احنا متخذين جميع الإجراءات والاحترازية المطلوبة، طبعا كوننا هيئة الوقاية والسلامة. صحيح. لا شك. أكثر ناس ممكن بشوفونا. صحيح. داخلين في المجال هذا. صحيح. فلا تحاتون من هاي الناحية، الإجراءات الاحترازية كلها في مكانها إن شاء الله. الدورات حاليا أو ورش العمل تنظم من خلال الحضور، صحيح، وليست عن طريق وسائل التواصل المرئي او عن بعد كما يقال. صحيح. نفس ما ذكرت لك ان الفئات المستهدفه، خلينا نقول اكبر شريحه هي العمال. صحيح. فصعب توصلهم. أكيد. عن طريق الاتصال المرئي. بعضهم يمكن ما عنده الهواتف المتحركه الحديثه او جهزه لوحيه عشان يقدر يشارك، او حتى يمكن في المصانع والمنشآت ما يكون في اتصال في شبكه الانترنت مثلا. نعم. فبيشكل هالشيء صعوبه، فقلنا نبسط الموضوع. يحضرون المعهد، وموجودة كافة الاحترازات من سعة الصف الواحد،
من لبس الكمامات، من التباعد، من التعقيم، كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله. الهيئة كذلك هيئة الوقاية والسلامة لديها شركاء استراتيجيين بالتأكيد وشراكات استراتيجية في ذات الوقت مع مجموعة من المؤسسات والهيئات سواء الحكومية وكذلك ربما في القطاع الخاص. أبرز هؤلاء الشركاء ونوع التعاون فيما بينهم. أكيد. طبعا معهد مشروع سلامة طلع من الهيئة، هيئة الوقاية والسلامة، كمشروع حكومي 100%. الفكرة منه هي اعتماد مجموعة من المعاهد الخاصة أن تقدم التدريب هذا بالنيابة عن هيئة الوقاية والسلامة للوصول لأكبر شريحة ممكنة. في الوقت الحالي عندنا معهد واحد هو فقط معتمد، اللي هو معهد سلامة للتدريب الوقائي. المعهد هذا تحت إدارة شركة ساند اللي هي تابعة للشارقة للأصول. هم قايمين بالدور من A to Z في المعهد هذا، من تشغيل، من تدريب، من إدارة النظام نفسه، تحت إشراف الهيئة طبعا. سهل عليكم هذا الموضوع؟ أكيد أكيد يسهل الموضوع. كلكم عارفين أن هيئة الوقاية والسلامة هيئة حديثة. صحيح. تم إنشاءها مؤخرا. صحيح. في عام 2014 من حاكم الشارقة، فما صارت لنا الفرصة الكافية أن نقدر خلينا نقول نتوسع في الإمارة للحين، بس إن شاء الله مستقبلا نكون قادرين. وفي نفس الوقت هذا دعم للقطاع الخاص اللي موجود عندنا في الإمارة. صحيح. أن نخصص جزء من أعمالنا للقطاع الخاص أيضا. جميل. طيب يعني هذه البرامج اللي تفضلت وذكرتها والمبادرات، هل تتعلق بالفئات المستهدفة سواء في القطاع الخاص أو غيره على أرض مدينة الشارقة بالتحديد كمرحلة أولى، ولا هي كذلك شملت باقي مدن ومناطق الإمارة؟ هو القرار اللي صادر من المجلس التنفيذي شمل جميع إمارة الشارقة. صحيح. ولكن التطبيق بكل المدن. للتطبيق احنا شفنا، عرفنا أنه بيكون في صعوبة، خلينا نقول المناطق الشرقية يمكن أن يوصلون، المناطق الوسطى قريبة كون. صحيح. المعهد على شارع الإمارات العابر. صحيح. فقدمنا خدمة إضافية. نعم. أن للشركات مثلا يقدرون يتعاونون أكثر من شركة مثلا ويطلبون يحجزون موعد معين، وإحنا نطرش المدرب لين عندهم. يتم إرسال المدرب إلى المنطقة هذه؟ نعم. يتم إرسال المدرب للموقع، موقع المنشأة نفسها، ويتم التدريب في موقع المنشأة. ممتاز. بديتوا فعليا يعني بهذا الأمر؟ نعم. دربنا هذا الشيء بس كان قبل جائحة كورونا. صحيح. كون أن أغلب الشركات فترة جائحة كورونا يمكن ما كانت تستقبل ناس من خارج المنشأة، فكنا كانوا يقولون أن إحنا نطرش عندكم أفضل من ما أنتم تونا. أكيد. صحيح. طيب أستاذ عبد الله، كيف يتم قياس مدى قدرة المنتسبين إلى هذه البرامج التدريبية وورش العمل؟ كيف يتم قياس قدراتهم وكذلك مدى استجابتهم لما يطرح كذلك من مواد علمية، من كذلك تجارب عملية أمامهم؟ هل هناك شكل معين للاختبارات؟ هل هناك نتائج معينة؟ هل في أشخاص يتم التوصية بإعادة تقديم المادة العلمية لهم أو هذا البرنامج التدريبي لهم مرة أخرى؟ يعني كيف يتم قياس مثل هذا الأمر؟ بعد الورشة، هي مدتها 3 ساعات، بعد الانتهاء من الورشة يتم إعطاهم اختبار خطي، وفي نسبة معينة لازم يعدونها عسب يجتازون الاختبار وتصدر لهم الشهادة. احنا إذا الشخص ما عدى النسبة المطلوبة منه، حاطين نسبة معينة أنه إذا كان قريب مثلا من النجاح يعيد الاختبار في نفس الوقت ونختبره مرة ثانية. إذا ما قدر المرة الثانية لازم يحضر مرة ثانية حصة جديدة عشان نتأكد أن المعلومة هذه وصلت لنا بالشكل الصحيح. صحيح. وما كان مثلا موجود في الحصة وساهي أو لاهي بشيء آخر. عشان نضمن أن الجميع يكون فاهم المحتوى اللي قاسينا نقدمه. جميل. إذا الأمر يعتمد على برنامج علمي وكذلك ربما يحتوي على جانب عملي يقدم لهذه الفئة من خلال ورش عمل ومحاضرات كما تفضلت مدتها تقريبا 3 ساعات وأحيانا أكثر ربما. صحيح. من ذلك يتم وضع اختبارات من خلال الإجابة خطيا على هذه الأسئلة اللي تقدم في نهاية هذا البرنامج التدريبي،
والمهم كذلك بأن يتم متابعة هذه الفئة بعد التحاقهم بهذه الدورة ومدى التزامهم بما تم نقل لهم من تحديدا مبادئ تتعلق في الحفاظ على الأمن والسلامة في المنشآت التي يعملون بها. صحيح؟ صحيح أكيد. إحنا عندنا موجودين الحمد لله في إدارة المعايير المطابقة في الهيئة عندنا قسم للتفتيش وقسم للتدقيق. التفتيش يختلف عن التدقيق. التفتيش بيكون تفتيش عام للمنشأة نفسها سواء اشتراطات الدفاع المدني من شهادة استيفاء والمضخات والكهرباء وغيرها من هاي الأمور والنظافة العامة اللي موجودة في المنشأة. التدقيق ندخل على أمور أكثر، خلينا نقول مثلا تصير في مقابلات مع العمال عن مدى فهمهم لمفهوم الصحة والسلامة المهنية، ندخل على الإثباتات الورقية للمنشآت، هل فعلا تم تدريب مثلا العمال عندهم، هل اتخذوا جميع الإجراءات، هل العمال هذين مدربين أصلا على المهنة اللي ياسين يقومون فيها أو لا. صحيح. التدقيق يقام بين فترة وفترة على حسب المنشأة طبعا، ونفس ما تفضلت أستاذ محمد أن يصير فيه تدقيق حتى على لاحق اللاحق للتدريب اللي نقدمه. صحيح. وطبعا التأكيد امتثالهم حتى أن يردون يدربون النسبة اللي بعدها للسنة اللي بعدها. ممتاز. نفس ما ذكرت أن على حسب نسبة الخطورة 10 إلى 20%. صحيح. سنويا. صحيح. فالشركة لازم سنويا مثلا تطرش عمالها للتدريب هذا. صحيح. يعني هل وصلتوا إلى رقم معين؟ هل تم تغطية عدد معين من هذه المنشآت؟ نسبة معينة من إجمالي عدد هذه المنشآت؟ إحنا تقريباً تم تدريب أكثر من 100 شركة منذ إطلاق المشروع. كم تقريباً؟ أكثر من 100 شركة تقريباً. نعم. حدود 115. خلال كم تقريباً؟ عام؟ في مدة عام واحد. وخلنا نحط بعين الاعتبار أن أغلب السنة كانت جائحة كورونا. صحيح. وكان المعهد مغلق لمدة معينة، يعني صحيح. تقريباً حدود 3 إلى 4 شهور. فالرغم من هذا شركات أصحاب المنشآت ما قصروا وتعاونوا معنا، وبالعكس هذا يبين حرصهم للسلامة العامة الموجودة عندهم. لا شك. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ عبد الله فيما تقدمونه كذلك من خلال هذا المعهد، وكذلك ما تسعون إلى تحقيقه من أهداف في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة. شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم على حسن الاستضافة أستاذ محمد، ويعطيكم العافية إن شاء الله. الله يسلمك.